مرة تانية. جملة دوام الحال من المحال بنقولها في حالتين، احيانا نقولها لما نيجي نصبر حد حزين او مكتئب او حاسس بضيق او في مرض او مزنوق او اي حاجه، فنقول له معلش بنطمن قلبه ده فرج ربنا قريب، وانه اي حال مهما كان يعني طويل بس هو مش دايم، ويوم كده ويوم كده. واحيانا تانية نقولها لحد شايف نفسه وبيتعامل بفترة، فنقول له معلش افتكر ربنا وافتكر الناس اللي كانوا زيك كده ويعني حصل لهم حاجات مش كويسة. دوام الحال من المحال، هل احنا لينا ايد؟ ممكن يبقى لنا ايد في الحال ده اللي يتغير ده ولا لا؟ فضيلة الشيخ احمد تركي اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. هل احنا ممكن يبقى لنا ايد في تغير الحال بتاعنا ده؟ صحيح. الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نزلت بعد غزوة أحد مباشرة، كان الصحابة مستشعرين بالهزيمة، مستشعرين بشيء من الأسى، فالله عز وجل أنزل هذه الآيات عشان يقول لهم أنتوا أصابتكم الهزيمة مرة لكن الهزيمة لن تدوم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أنتوا أصابتكم مكروه وشعور بالأسى، الكافرين أيضا أو الأعداء مسهم نفس القرح، لحد ما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، بينتقل الحال من هزيمة إلى نصر، ومن نصر إلى هزيمة، من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف. صحيح. من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى. وربنا سبحانه وتعالى علمنا إن ما تاخدش قرارك على أساس التقلبات دي. يعني لما يجيلك واحد يتجوز بنتك وهو غني وثري ما تنبسطش، إنما لازم تشوف دينه وتشوف خلقه وتشوف طباعه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما تأملش على الواحد ذو منصب، لأن المنصب ده ممكن يروح عنه، أو ممكن هو يروح عن المنصب. ما تأملش في فلوس وإن أنت غني وتحس إن المستقبل كله بإيدك. لا، ممكن أنت تتحول إلى الفقر من أقرب طريق. القرآن الكريم مليء بالقصص القرآني اللي بيركز على هذا المعنى، سواء على المستوى الاجتماعي أو سواء على المستوى الفردي. على المستوى الفردي يحكي لنا عن قصة ستين مريم عليها السلام. ستين مريم عليها السلام يتيمة، وهي منظورة، أمها وهبتها ونظرتها لله عز وجل في القصة اللي موجودة في سورة آل عمران. وربنا اصطفى والدها وأسرتها على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فمات أبوها وأصبحت يتيمة، فالمفروض أن يكون لها كافل. الناس كلها لابد عايزة تروح تكفل مريم، عملوا قرعة. فربنا أوحى إلى سيدنا زكريا عليه السلام اللي هو كان نبي في وسطهم، يرموا أقلامهم في النيل، في النهر، عفوا مش في النيل، في النهر، أيما قلم مش ضد اتجاه التيار صاحبة ليكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكانت من نصيب سيدنا زكريا. الشاهد هنا يتيمة. الناس دايما تقول الإيه؟ اليتيم يعني مستقبله فقر، يعني مستقبله مجهول، يعني مستقبله ما فيش له، ليس له ظهير. لكن النهاية، النتيجة، إن مريم جعلها الله سبحانه وتعالى آية للعالمين، وأنجبت معجزة الأولين والآخرين. سيدنا عيسى عليه السلام أول مخلوق، أو المخلوق الوحيد الذي يولد بلا أب. في المقابل قارون، فلوس الدنيا كلها في إيده. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم،
وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مجموعة شديدة من الرجال لا تستطيع حمل المفاتيح. فما بالك بالخزنة بقى عاملة إزاي؟ النتيجة بقى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. التحولات دي ربنا ذكرها في القرآن كتير. أما على المستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأقوام، سيدنا صالح، ثمود، سيدنا هود، عاد، سيدنا قوم سيدنا نوح، قوم سيدنا لوط، وهكذا موجودين. لكن الـ الأساس في ذلك إن المستقبل للعمل الصالح. صحيح. المستقبل للعمل الصالح. صحيح. ولذلك رب العالمين قال صراحة في سورة النساء، كلنا خايفين على أولادنا من بكرة، احنا كلنا بنتكلم بخصوص الأولاد قبل الحلقة. صحيح. كلنا خايفين على أولادنا من تقلبات الظهر ومن تقلبات الزمان. المستقبل الحقيقي العمل الصالح اللي احنا بنعمله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي سورة الكهف يعلمنا رب العالمين ان ازاي الراجل كان رجل صالح وبعدين ترك اولاده يتامى، وبعدين الحائط البسيط ده يكون تحته كنز لهما. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. يعني فهي الضمان الوحيد تقوى الله يعني على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. بتجيلنا مكالمات بيبقى الراجل سايب بيت او سايب فلوس او سايب كذا وفي خناقه، يعني سايب غلب، مش سايب ولاد كويسين رحماء ببعض، لا هو سايب حاجه اشعلت خناقه بينهم وكلوا في بعض عشان بيت ولا عشان فلوس ولا عشان حاجه. جيلنا حد تاني ما حلتوش حاجه خالص ويعني والولاد قد ايه برين بيه وكويسين بيه. كلنا في مساحه معارفنا عندنا ناس صحيح ممكن نصبوا وارتشوا وعملوا حاجات كتير اولادهم ما طلعوش كويسين مع ان هم عملوا كده عشان اولادهم يكونوا كويسين. وناس اتقوا ربنا واتظلموا بقوا ولادهم صحيح كويسين. دي سنة ربنا التي لا تتبدل ولا تتغير.